بارك الله فيك. قبل قليل تعرضت إلى عملية البحث السياسي شيخ. أنا بالنسبة يعني هذا الأمر الذي تجنب، هل هو البحث يعني مثلا معرفة أخبار الكثير من المسلمين خارج البلاد، أو معرفة مثلا قراءة كتب مثلا حرب عالمية أولى أو ثانية أو كذا؟ لا، ليس هذا. نعم، لا أعني هذا، هذا من فروض الكفاية. إنما أعني تشغيل الشباب وتكريسهم على العمل السياسي الذي يصرفهم عن التفقه في الدين، والمثال أمامك الإخوان المسلمين، يصرفهم عن التفقه في الدين وعن التربية الإسلامية الصحيحة بسبب هذا الانشغال بالعمل السياسي. ها أنتم وهؤلاء الإخوان المسلمين وهؤلاء حزب التحرير، ماذا قدموا لأنفسهم؟ ولا أقول ماذا قدموا للعالم الإسلامي، لا شيء. مكانك راوح على النظام العسكري، صياح وزعاق والهتافات إلى آخره، ثم يظل أحدهم كما ولدته أمه إلا قليلا، لا يفقه من الإسلام شيئا كثيرا. سبب شغلهم ما هم فيه من العمل السياسي والهتافات وإلى آخره، والآن تجدهم بسبب جهلهم بالإسلام يكيفون الإسلام تكييفا أوروبيا عشوائيا هوائيا، يدخلون الصور في المساجد باسم إيش؟ إعلان عن اليهود شو عم يفعلوا مع أخواننا الفلسطينيين. يا جماعة اتقوا الله، أدخلوا اللعاب التي لا تجوز أو لا يجوز إدخالها إلى المساجد. يعني أصبح أمر هزيل هزيل جدا جدا. السبب 70 سنة 60 سنة على الأقل أقيمة الجماعة، ثم لا تجد منهم فقيا واحد، ما تجد فيهم فقيا واحدا، لا مفسرا ولا فقيها ولا محدثا ولا أي شيء هكذا. ومن يفتي منهم يفتي على المذاهب الأربعة، ولا أقول يمشي على الأربع. وحتى في عندي في المسجد يا شيخ، يعني وصل لي الآن جابوا صورة فيها امرأة طبعا لباسها ما هو إسلامي، بإنها ميتة عشان مسرحية بيمثلوها بالجامعة وعلقوها. طبعا جيت شو أنا نظرت إلى هذه الصورة، طبعا قلت شو هذه الصورة، يعني امرأة متبرجة، هذه كيف وضعوها؟ ليس كما كنت متبرجة، لأن ثلاث المشايخ مفهوم إذا كان مو متبرج ما عليك. لا نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل.